نعرف آخر الأخبار من الأستاذ أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، معانا هاتفيا. أستاذ أيمن، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، وتحيات الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بداية أستاذ أيمن، قول لنا الأخبار إيه والإقبال في بداية اليوم؟ أنا عارفة إن أنتوا ابتديتوا. احنا ابتدينا طبعا، تم فتح الصناديق من الساعة 9 صباحا حسب التعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وتفاوض المواطنين طبعا على الأبلاء بأصواتهم رغم برودة الجو ونزولة الثلج جامد جدا. درجة الحرارة كام الحمد في موسكو؟ نعم، درجة الحرارة كام في موسكو؟ ناقص 13. 13 ناقص 13 ناقص 13 طبعا. المواطنين تحياتنا للجهود المبذولة ولجاليتنا المصرية، وطبعا لكل مصري حريص على الإدلاء بصوته. يعني وقت فتح باب الاقتراع، حضرتك تلمست ايه من الناس اللي رايحة؟ بتسأل على ايه؟ اهم حاجة بالنسبة لها ان هي تدلي بالصوت، وايضا رصدت الاتجاهات شكلها ايه؟ هو طبعا كل واحد جاي وعارف ان ده حق دستوري له ان هو يدلي بصوته، وكل حاسس ان هو عاوز الامان والامن لمصر، فبيختار المرشح اللي هو عاوزه واللي هو حاسس ان هو هيديله الامان لمصر ويستمر على مسيرة العطاء. احنا ما بنقولش تاخد تختار مين، لكن الناس عارفه هم جايين ليه، انتخبوا مين. تمام. الناس دلوقتي الشعب المصري عنده وعي كويس جدا بالمسؤوليه ان هو هيختار مين، فدي حاجه كويسه دلوقتي، دي اهم حاجه اللي احنا بنقابلها حاليا. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ ايمن العيسوي رئيس الجاليه المصريه في روسيا.